من القاهرة ينضم إلينا دكتور صالح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية البشرية. بعد التحية دكتور، كيف يمكن للعلم أن يحقق دورا في إرساء السلام وتحقيق تنمية المجتمعات؟ يعني دي مسلمة حقيقية يعني تاريخية أن العلم يلعب دور كبير جدا في عمليات التنمية. التنمية بتقوم على عملية التخطيط، والتخطيط يحتاج إلى بيانات ومعلومات ومعارف دقيقة جدا حتى تؤدي إلى خطط موثقة وفعالة يمكن أن تواجه مشكلات هذه المجتمعات وتحقق التنمية في النهاية. وبالتالي بدون عدم توافر أي معلومات أو بيانات أو معارف حقيقية لا يمكن أبدا التخطيط لهذه المجتمعات للخروج من براثن التخلف والفقر. يمكن الشعوب العربية من بداية الأربعينيات من القرن السابق كانت تنادي بأن يكون التعليم كالماء والهواء، وكانت بدأت بالتجربة المصرية في ذكرى ميلاد أديب رائد الأديب العربي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي نادى بأن يكون العلم كالماء والهواء. وبدأت هذه النهضة في عهد محمد علي باشا بالنسبة لمصر، وإرسال البعثات للحصول على العلوم وتبادل المعارف ونقلها من الدول الأوروبية إلى المنطقة العربية ومصر على وجه التحديد. وبدأت أن يكون هناك تعليم مجاني على مستوى التعليم الأساسي ثم التعليم الجامعي، ولكن ظلت مشكلة البحث العلمي في المنطقة العربية عند حد متدني، يعني لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى هذه اللحظة. طيب بسبب لماذا؟ ما هي الأسباب التي وردت في التقرير السابق؟ أسباب الفجوة الهائلة بين العلم وأبحاثه في المجتمعات العربية، ما الخلل هنا؟ المجتمعات العربية باعتبارها مجتمعات كانت تكرس اهتمامها للانتقال من التخلف إلى أو مرحلة الاستعمار ثم مرحلة الاستقلال ثم مرحلة الفقر إلى مرحلة ما بعد الفقر إلى مرحلة التنمية، فكانت بتركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين دون اهتمام كبير جدا بمستوى العلم. لم تضع العلم في مقدمة مخططاتها التنموية، بل جعلته ربما يكون العامل الثالث، الاهتمام الثالث أو الاهتمام الرابع. وبدأت تهتم بتحسين مستوى اللي هي الرفاهيات المؤقتة، وهي الملبس وغير ذلك، دون التركيز على خدمات البنية التحتية المتعلقة بالتعليم. حتى الآن في ظل مجتمع التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده المجتمعات، لم تكن البنية التحتية العربية مؤهلة لاستخدام هذه التكنولوجيا، لأن معظم المجتمعات العربية لا توجد فيها بنية تحتية للاستخدام التقني أو التكنولوجي. طيب هل هناك إمكانية لإتاحة العلم بجميع علومه إذا صح التعبير أمام المواطنين في كل مكان؟ طبعا هناك إمكانية متى توفرت أولا البنية التحتية. هناك توجه في المجتمعات العربية أن يصنعوا حواضر وقرى ومجتمعات مؤهلة من حيث البنية التحتية للاستخدام التكنولوجي من خلال التحول الرقمي الموجود، وبالتالي الانتقال إلى المجتمعات القائمة على التحول الرقمي ده هيستخدم بشكل أو بآخر عملية نقل المعرفة. بنوك المعرفة الآن الموجودة في معظم حواضر العالم وخاصة في المنطقة العربية، ومصر الآن بنك المعرفة المصري، ويتيح للمكتبات في الجامعات تداول المعارف العالمية وانتقالها. نحتاج إلى لكن زيادة هل ترى أن هذه البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، هذه التجربة الرقمية هل هي متاحة للجميع؟ لأن الأغلبية في الوطن العربي لا يملكون أو ربما أميين في الناحية الرقمية. هو طبعا لابد أن يعلم أو أن تعلم الحكومات العربية أنه لا سبيل لتحقيق التنمية والخروج من الفقر سوى بالتعليم، لكن تراجع عمليات التعليم والقول بأن التعليم لن يحل مشكلات الواقع هو تعليم رفاهي، وهذا نوع من البذخ والاستهلاك. أنا أتصور أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية لابد أن يتوفر له اهتمام كبير جدا بالبحث العلمي والباحثين العلميين والعلماء. هناك تراجع حتى بالاهتمام بالعلماء والباحثين من حيث حتى مستوى الدخول. أصبح العلم في المنطقة العربية هو علم مظهري، ليس هناك علاقة ما بين منتجات العلم والواقع، وبالتالي نجد أن هناك بطالة كبيرة جدا بين الخريجين، لأن العلم لا يخدم قضايا الواقع.
السبيل الوحيد أن يكون هناك تقارب ما بين مشكلات وقضايا الواقع وما بين مخرجات التعليم. بالإضافة أن حتى طريقة الكتابة التي يتم بها كتابة العلم لابد أن تكون أن يكتب العلم بطريقة سهلة جدا يمكن للمواطن العادي أن يستفيد منها، وهو ما يسمى بالثقافة العلمية. وحتى العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية لابد أن تكتب وتتاح بطريقة مباشرة إلى المواطن العادي. كان لنا تجربة كبيرة جدا في المجتمع المصري وهي الثقافة الجماهيرية ومكتبة الأسرة، وكان من خلال هذا النوع من الثقافة أن يتم ترجمة الكتب الأجنبية والعربية وتوصيلها للمواطن العادي. شكرا جزيلا لك دكتور صالح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية البشرية، كنت معنا من القاهرة.